معانا سيادة القمص عبد المسيح بسيط، مدير معهد الكتاب المقدس. الأول صباح الخير، وطبعا تعازينا لحضرتك ولكل الشعب المصري. صباح النور، وانا بنقول التعزية دي واجبة لكل الشعب المصري مش للأعباد فقط. صحيح. هنا احنا المصاب مصاب الشعب المصري، الشعب المصري كله. صحيح صحيح صحيح، المصاب هو الشعب المصري كله. وزي ما شفنا ان الارهاب لا يميز ابدا ما بين مسلم ومسيحي، فكان في استهداف يوم الجمعه الماضي امام مسجد، واليوم نرى هذا الاستهداف داخل الكنيسه، فاحنا كوطن واحد كلنا مستهدفين الان. الرساله اللي حضرتك تحب توجهها للشعب المصري الان في مثل هذه الظروف تقول لهم ايه؟ اقول انا عندي نقطتين. اتفضل. اقول حاجتين. رقم واحد، ان قناة الجزيرة يوم السبت وضعت تساؤل، هل انتهى شهر العسل بين الأعباط وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ نعم، وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا لما الكلام ده يبقى يوم السبت والكارثة تحصل يوم الحد، يبقى هنا في تخطيط كده حضرتك. نعم، يبقى واضح كده هي ضرب العلاقة بين الأعباط وبين الرئيس السيسي، وطبعا هم يهدفوا من ده إثارة الرأي المسيحي أو رأي الهبة في مصر على الفريق السيسي. نعم. الجهة الثانية، الناحية الثانية، هم قبل ثورة 30 يونيو حذروا الأعباط إنهم يشتركوا في الثورة، لكن الأعباط طبعا بكل إصرار وكل عزيمة تقريبا خرجوا، يعني إذا كان 80% مثلا 50% من الاخوه المسلمين طلعوا في المظاهرات، المسيحيين طلعوا بنسبه اكثر من 80% في ثوره 30 يونيو. نعم. كانت مساله تحدي جديد. نعم. هم من جهه بيعاقبوا الأعباط لانهم اشتركوا في الثوره، ومن جهه اخرى بيحاولوا يفسدوا العلاقه بين السيسي او الرئيس السيسي والأعباط. انا بقول لهم رسالتي للشعب المصري وللأعباط بالذات او المسيحيين، ان الواضح ان ده تخطيط علشان خاطر يوقع الدوله، عشان خاطر يخلي المسيحيين يثوروا ضد الدوله او ضد الرئيس السيسي، وفي الحاله دي يحصل فتنه طائفيه، وفي الحاله دي ممكن بقى بسبب غلاء الاسعار والامور اللي احنا بنمر بيها يشترك ناس فتبقى ثوره، بحيث هم عاوزيننا نوصل لنفس المكانة اللي فيها النهاردة ليبيا وسوريا والعراق. ولو وصلنا لهذه المكانة أول من سيكتوي هم المسيحيين والأعباط، بدليل أدينا شفنا في ليبيا بيضربوا ناس كتير لكن التركيز على الأعباط، في العراق وخاصة في الموصل أول من اكتوى بنار الأحداث دي هم المسيحيين في الموصل، المسيحيين وغير واليزيديين. بس انا عايز اقول لحضرتك يعني سيادة القمص ان مصر تكوينها مختلف شويه، يعني احنا عمرنا ما بصينا لبعض، يعني هنا حتى اكبر دليل انا بقول لحضرتك على اللحمه الوطنيه بقى، واحنا بنتكلم عن ده وبنتكلم ازاي ان التقارب المسلم المسيحي في مصر له علاقه تانية، يعني اكبر دليل على ده ان بعد الحادث ده بتكلم حضرتك انا بتكلم عن اللي هم عاوزينه، عشان كده الأعباط استحالة ايوه يقبلوا المرحلة دي ولا المسلمين. الأعباط عارفين كويس انهم هم مش مقصودين في ذاتهم، الأعباط مقصودين لضرب الوحدة الوطنية والثورة على الرئيس السيسي، فيبقى يحصل غليان في مصر، وده لا المسلمين ولا الأعباط هيديهم الفرصة دي، لأن الأعباط واعيين جدا جدا جدا. ولو حضرتك تابعت تصريحات الأعباط من الست البسيطة للأكبر ما يعني مسؤول في الدولة مسيحي، لا كله فكر واحد، احنا ضد الإرهاب واحنا اخواتنا المسلمين واحد، ومش هنسمح على الإطلاق لهؤلاء الناس الإرهابيين بخراب مصر أو دمار مصر، لأن احنا عارفين أهدافهم. نعم، أنا بشكر حضرتك جدا سيادة القمص عبد المسيح بسيط على هذه المداخلة.